ما حكم الصلاة في نفس الغرفة التي يقضي فيها حاجته في صندوق؟ لو كان الصندوق على الحائط لكن ليس في اتجاه القبلة، لكن أمام الشخص من يعني أمام الشخص من اليسار. طبعا يا ولدي الأصل الشخص ينحي يعني الفضلات عن مكان النوم، لكن إذا كنا أمام مريض عنده صندوق أو وعاء يقضي فيه حاجته لعجزه عن الذهاب إلى الحمام وموجود في الغرفة جنب الحيط أو جنب الدولاب أو في أي مكان، هذا معذور، لا حرج في ذلك يا ولدي بارك الله فيك. إنما الأصل في الأسوياء من الناس، الأصحاء من الناس، ما بيحطش النجاسة جنبيه، يقضي حاجته في الحمامات أو في الخلاء، وين اضطر يأخذها بعد هذا ويلقي بها بعيدا. وأسأل الله جل وعلا إن كان سائلنا مريضا أن يذهب عنه الباس. رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.